وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فرج الكرب عن المكروبين، واشف أمراضنا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. اللهم ردنا بما قسمته لنا، ووفقنا فيما أقمتنا فيه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا رب العالمين، لا تجعلنا بأنفسنا مفتونين، ولا بحسنا محجوبين، وخذنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، وحل بيننا وبين غيرك، حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، وما بكم من نعمة فمن الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا قبل رمضان نقرأ في باب سنن الصلاة، سنن الصلاة، وقلنا أن سنن الصلاة تنقسم إلى أبعاد وهيئات. الأبعاد هي التي إذا نسيتها تجبر بالسهو، والسنن التي هي الهيئات هي التي إذا نسيتها لا تجبرها بسهو، لا تتطلب سجود سهو، ولكن يفوتك ثوابها فقط، والصلاة صحيحة. وكنا وقفنا في هيئات الصلاة إلى معنى قوله سمع الله لمن حمده، وقول سمع الله لمن حمده دي من سنن الصلاة اللي هي يسموها من هيئات الصلاة، زي التكبيرات الانتقالية، زي قراءة سورة بعد الفاتحة، زي الجهر في موضع الجهر، وزي السر في موضع السر. كل هذه الأشياء سنن للصلاة، زي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وكذلك رفع اليد عند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة. كل هذه الأشياء تسمى سنن للصلاة، كوضع اليد اليمنى على اليسرى حال قراءة الفاتحة. كل هذه الأشياء تسمى هيئات في الصلاة. وقفنا في هيئة سمع الله لمن حمد وتكلمنا فيها، ووقفنا على قوله ومعنى سمع الله لمن حمده، فسمع الله لذلك كناية عن قبوله والمجازاة عليه. هو ربنا ما بيسمع من حمده، يسمع من جحده، مش كده برضه؟ هو يسمع كل شيء، في حاجة تغيب على الله؟ لكن سمع الله لمن حمد أنه معناه سماع القبول، يعني يسمع سماع قبول، سماع رضا، كأنك تسمع ما تحبه، وما لا تحبه لا تعطيه سمعك، وإن كان كنت تسمعه ولكن تتجاهله. فكأنه سمع الله لمن حمد سماع قبول، سماع اهتمام، سماع مجازاة، لا مطلق سماع بحيث أنه يغيب عليه شيء. ولذا سمع الله لمن حمده أي سماع قبول ومجازاة عليه، يعني إثابة. وقول المصلي هنا بيقول حين يرفع رأسه من الركوع ولو قال من حمد الله سمع له كفى، ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله منه حمده وجازاه عليه. وقول المصلي ربنا لك الحمد إذا انتصب قائما، يبقى عندك ذكر للرفع من الركوع اللي هو قولك سمع الله لمن حمده، وذكر عند القيام منتصبا وهي قولك ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. لها سبع هيئات وكيفيات، لها سبع كيفيات يعني ألفاظ، ولكن أفضل الكيفيات التي فضلها الإمام الشافعي ربنا ولك الحمد، هكذا بالواو الزائدة. فبيقول هنا وقول المصلي، فبيقول في الشرح كان اللائق أن يذكر المصلي في قول المصنف وقول سمع الله لمن حمد، ويحذفه هنا ليكون على القاعدة التي هي الحذف من الثاني لدلالة الأول دون العكس. يعني هو لما قال بيقول وقول سمع الله لمن حمد ما قالش وقول المصلي، لما قال هنا وقول المصلي ربنا لك الحمد، ليه قال؟ لأن لو قال وقول ربنا لك الحمد لأوهم إن ربنا مضاف لقول،
وقول ربنا لك الحمد، كأنك أنت يديك هذا الإهام، ولكن هو يقصد إن إيه قول المصلي ربنا لك الحمد، لكن لو ما قالش المصلي توهم في القراءة إن ده قول ربنا. فهمت إزاي؟ وكأن ربنا تبقى مضافة إلى القول، ولكن ليس المعنى مراد. وعلشان كده راح فصلها بالمصلي هنا في الشرح علشان يبعد هذا التوهم للقارئ المتسرع، ومحتاجش يقولها في الأول لأن ما كانش فيه هذا الإيهام. فهمت إزاي؟ وأجيب بأنه إنما خالف القاعدة، لأنه لو قال في قوله ربنا إلى آخره وقول ربنا إلى آخره لأوهم أن القول مضاف لربنا، فتوهم الإضافة معنى ليس مراد، أو فتوهم الإضافة معنى ليس مرادا. قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، يعني ممكن تقول ربنا لك الحمد بدون الواو، ممكن تقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد بالواو برضه، يبقى مرة بواو ومرة من غير واو، مرة بربنا بس ومرة اللهم ربنا. أدي أربع هيئات، أربع كيفيات. وممكن تقول لك الحمد ربنا، تبدأ بالحمد ثم تؤخر كلمة ربنا، تقول لك الحمد ربنا أو الحمد لربنا أو لربنا الحمد، يبقى كده صيغ، سبع صيغ. فالصيغ سبع كلها جائزة، كل الصيغ دي جائزة، والصلاة بها صحيحة وأدت بها السنة، لكن الخلاف في الأفضل، أفضلها إيه؟ والأول أفضل عند الشيخين، والأول أفضل عند الشيخين، الشيخين اللي هو الرافعي والنووي، الرافعي والنووي، لورود السنة به، لورود السنة به. وإن قال الشافعي رضي الله عنه في الأم الثاني أعني ربنا ولك الحمد هو الأحب إلي، الإمام الشافعي يقول أنا أفضل، طالما كله بقى جاهز ابتدى نختار بقى، فالإمام الشافعي فخلق إن كلمة ربنا ولك الحمد هو الأحب إلي، لأنه يجمع بين معنيين الدعاء والاعتراف، والاعتراف لأن التقدير ربنا ده دعاء، ولك الحمد اعتراف له بالجميل، فجمع بين الدعاء والاعتراف، لأن التقدير ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا، أو ربنا أطعناك ولك الحمد على توفيقك لنا، وسن زيادة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حال كون الحمد لو جسم ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعدهم. يعني الحمد ده معنى، والسماوات والأرض دي حجم وكتل، فإزاي المعنى يملأ الحجم؟ لأن ده عرض، مش كده برضو؟ العرض يعني ليس له كتلة، فكلمة ملأ يعني لو قدر أن له حجما لملأ هذه، يعني دي المعنى، زي قول النبي في الحديث سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، الصدقة نور والصبر ضياء، والصدقة الصلاة نور والصبر ضياء، والصدقة برهان، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقه أو موبقة، الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كمان كان هنا يقول إيه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لو أنت خايف من الإطالة على المصلين يبقى تقول بس سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر، لو أنت راجل خايف من الإطالة على المصلين إذا كان مطلوب التخفيف، ويبقى أديت السنة. لو مش خايف من الإطالة تقول الزيادة دي كويس، أي حال كون الحمد لو جسم ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعدهما، كالكرسي، الكرسي ده مخلوق من مخلوقات الله، خلقه وسع كرسيه السماوات والأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقول السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة من حيث الحجم. شوف السماوات والأرض على اتساعها دي سبع سماوات، لو حطيت السماوات والأرض دي كلها
بالنسبة للكرسي كأنك رميت حلقة خاتم في صحراء كبيرة، يبقى مش باين. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة كمان. فالحكاية يعني فوق التصور، وهذا إذا كان فوق التصور في خلق الله، فهل تكون يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن تصوره، ممكن إدراكه إذا كان مخلوقاته فوق التصور؟ فهمت إزاي؟ وعشان كده لا يحيطون به علم، لا تدركه الأبصار. فهمت المسألة بقى؟ إذا كان هو مخلوقاته لا تحيط بها علم، إذا كانت الروح اللي هي بين جنبيك، اللي هي بتجري في جسدك، اللي بيها بقيت إنسان مشرف، أنت مش عارف كنهها إيه، وهي مخلوقة، فعايز تعرف كنه ربك وهو الخالق. فهمت إزاي؟ وعلشان كده يبقى الأحسن إنك أنت تسلم بعدم القدرة على الإدراك مع كمال التنزيه. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، ويزيد المنفرد وإمام المحصورين الراضين بالتضويل أهل الثناء والمجد. لو كنت بتصلي منفرد تزود، قول كمان أهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المنفرد يعني اللي بيصلي لوحده، عشان هو حر يطول ما شاء. وكذلك الإمام لمحصورين. محصورين يعني إيه؟ يعني بنصلي احنا مع بعض في حجرة مغلقة، واحنا عارفين اننا بنحب نطول، يبقى ما جراش حاجة ازود، لان احنا ايه، متعودين على هذه العادة. او عادة المسجد زي عندنا هنا مثلا، مسجدنا ده ليه طبيعة، الناس خلاص اللي بتيجي تصلي عارفين ان الامام ده بيطول شوية، بياخد راحته شوية، وما بيزعلوش، او يمكن هم بيزعلوا مكسوفين مني، الله اعلم. لكن المهم هم ساكتين، والسكوت علامة الرضا، واخد بالك؟ فتطول بدون الاطالة المخلة، يعني تقول لي على قدر الذكر بدون الإطالة المخلة. في قيد باي لما كنت بصلي بيهم ما كانوا يصرحوا بعدم الرضا، واخد بالك؟ لكن بيحبوني برضه ويقدموني برضه. طب يا جماعة بتقدموني ليه؟ يعني انتوا عارفين انا ما بعرفش اصلي الا كده، ما لا احبك ولا اقدر على بعدك. نظامهم معايا كان كده، ده في مسجد قيد باي رضي الله عنهم اجمعين. فيبقى ايه؟ لو كان الإمام لو بيصلي منفرد أو إمام لمحصورين يقول كده. الراضين بالتطويل أهل الثناء، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد. أهل كده بالنصب كده على النداء، يعني يا أهل الثناء والمجد. فهمت إزاي؟ بالنصب كده على النداء تقول أهل بالفتحة، يعني أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد، لا مانع لما أعطيت. كأن أحق ما قاله العبد لا مانع لما أعطيت. أحق ده مبتدأ، ولا مانع لما أعطيت ده خبر. أمال وكلنا لك عبد جملة اعتراضية، جملة اعتراضية في النص كده، يعني أحق ما قاله العبد لا مانع لما أعطيت، يبقى ده مبتدأ وخبر أهو. أمال كلنا لك عبد في النص دي، وكلنا لك عبد دي إيه؟ ده جملة اعتراضية يعني في النص، يعني أحق ما قال العبد مطلقا، وكلنا لك عبيد يا الله، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد، ذا الحظ يعني، الجد اللي هو الحظ أو المال أو المنصب، يعني صاحب المنصب لا ينفعه منصبه، وصاحب المال لا ينفعه ماله. ابتلينا بهذا المحمول في هذا الزمن، لكن على اي حال اكتر من كده وربنا بيزيح، ربنا يعافينا. ذا الجد يعني ولا ينفع ذا الجد، ينفع فعل مضارع، ذا مفعول به منصوب وعلامة النصب الالف لانه من الاسماء الخمسة، الجدي مضاف اليه يعني صاحب الجد، يبقى المضاف إليه. طب امال فين الفاعل؟ الجد الأخيرة دي، يعني الجد يعني المال والمنصب لا ينفع صاحب المنصب منك يا الله. فشفت تكوين الجملة مش ازاي بقى؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله، يعني الجد ما ينفعش صاحب الجد، يعني المال ما ينفعش صاحبه، ولا المنصب ينفع صاحبه منك يا الله. فهمت بقى المعنى؟ يبقى هنا قدم المفعول
فهمت ازاي؟ على الفاعل، الفاعل الجد اللي جاي في الاخر. فهمت بقى ازاي؟ علشان تعرف تكوين الجملة بس، لان في ناس بيقولوها ومش عارف تركيبة الجملة ماشية ازاي. اي يا اهل الثناء، اهل الثناء بمعناها يا اهل الثناء، فهو بالنصب على انه منادى. اما يبقى منادى نكرة بيبقى ايه؟ بيبقى منصوب، مش كده؟ برضو المنادى النكرة منصوب، والمنادى العلم في محل نصب، لكن يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به، يا آدم، يا نوح، مش كده؟ برضو لان ده منادى علم تدفعه، لانه بيرفع بالضم، لكن في محل ايه؟ في محل نصب، لانه وقع عليه النداء كأنه مفعول به. فهمت بقى؟ يبقى الفرق بين المنادى العلم والمنادى النكرة ان المنادى النكرة تظهر في علامة النصب، والمنادى العلم ما تظهرش في علامة النصب، تبقى مقدرة بس. ليه؟ اللي يظهر عليه ما يرفع به. فهمت ازاي؟ طب وليه قلنا كده؟ لان لغة العرب كده، لغة العرب سماعا لقيناهم بيقولوا كده، يبقى لغة العرب بالسماع عرفناها كده. فهمت ازاي؟ وجينا على مقتضى هذا السماع ايه؟ قعدنا القواعد. يبقى العلماء قعدوا القواعد على مقتضى السماع من العرب. فهمت بقى المسألة؟ أي يا أهل الثناء، فهو بالنصب على أنه منادى حذف منه حرف النداء، أو أنت أهل أهل الثناء بالرفع، أو ممكن لو قلت أهل الثناء، أهل الثناء لو ضمتها كده رفعتها يبقى ما بقتش منادى، بقت خبر لمبتدأ محذوف. طب وليه قلنا خبر ما قلناش مبتدأ؟ ما هي ما هو المفروض نقول مبتدأ لأنه نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فما ينفعش أعربها مبتدأ. فهمت بقى ليه بقول خبر؟ لأنها نكرة، أنا ما أعرفش يجي لي نكرة في أول الجملة وأقدر أقول عليها مبتدأ أبدا، لأن لا يجوز الابتداء بالنكرة. يبقى أول ما ألاقي نكرة في أول الجملة ومرفوعة تبقى دي خبر لمبتدأ مقدر. فهمت إزاي؟ فيا إما قلت أهل الثناء تبقى منصوبة على النداء مع حذف حرف النداء، يا قلت أهل الثناء تبقى مرفوعة وكونها نكرة تبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت أهل الثناء. فهمت بقى الحكاية؟ لأن أنت ده إيه؟ ده ضمير، ضمير مش كده برضه؟ ولا ضمير ده ولا اسم إيه؟ ها؟ ضمير مخاطب، مخاطب مذكر أنت، والضمائر إيه؟ من الأعلام، من الأسماء، مش كده برضه؟ من الأعلام، من المعرفات، أعرف المعارف الضمائر، يقول لك أعرف المعارف الضمائر في لغة العرب كده، الضمير هو أعرف المعارف، لأن لو لم يكن معرف أوي ما كنتش أضمره، يعني كوني أضمرته وجعلته ضمير ده دليل إنه هو معروف زي الشمس. فهمت ازاي؟ فعشان كده بقول هو، هو الله، فيبقى هو قوية جدا لأنه ضمير الذي يليق أن يكون هو، هو الله. فهمت ازاي؟ عشان كده في ناس تذكر بهو، هو، لان هل هناك معه احد؟ كل ما سوى الله موجود بالله، ففي الحقيقة ليس له وجود بذاته، فكأن الموجود بذاته هو، هو الله. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده الله هو، الله هو، تشيل الألف تلاقيها لله، تشيل اللام الأولانية تقول له، تشيل اللام الثانية تقول هو، فالله اسم يذكر بكله، كل ما تشيل حرف يدلك برضو على الله، ما ينقص أبدا. وعشان كده قالوا عليه الاسم الأعظم، إنما أي اسم من أسماء الله الثانية تيجي تشيل حرف يختل المعنى، قد يختل المعنى في بعض الأسماء، لكن إلا الله كل ما تشيل حرف يفضل برضو دالة على الذات العلي. فهمت بقى؟ والله ده ذكر ايه؟ ذكر النفس اللوامة يرقيها الى المطمئنة، ولا اله الا الله ذكر النفس الأمارة بالسوء يحرقها ويصلحها ويرقيها للوامة. وعشان كده مشايخنا كانوا يدلونا في الاول بذكر لا اله الا الله لا كتير. ليه؟ عشان ينقلك من نفسك الأمارة الى نفس لوامة تلومك على فعل المعاصي، تقوم ترقيك. أول ما تبتدي ترتقي يقوم يدي لك الاسم المفرد الله، 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 تكثر منه حتى تطمئن بعد ذلك إلى النفس المطمئن. يبقى مراحل ترقي في الذكر.
يبقى قال لك هنا أو أنت أهل الثناء، فهو بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والمجد أهل الثناء والمجد، والمجد معناه الشرف. أحق ما قاله العبد، أحق مبتدأ خبره لا مانع، أحق ما قال. طب ما أحق كده لوحدها ما هي كأنها نكرة اهي، لكنها عرفت بالإضافة، أحق ما، ما دي إيه؟ اسم موصول مش كده برضو؟ اسم الموصول ده أضيف إليها، فطالما أضفتها إلى معرفة تعرفت. من أسباب التعريف إيه؟ الإضافة. أقول مثلا إيه؟ كتاب التلميذ، كتاب ده نكر، بس لما أضفتها للتلميذ بقى كتاب معرف. فهمت إزاي؟ يبقى بالإضافة، أحق ما قال، يبقى أحق هنا أقول عليه مبتدأ، ما قال أي الذي قال العبد. واللي قالوا إيه؟ خبروا إيه؟ خبر المسألة إيه؟ ما هو الخبر اللي هو إيه؟ اللي هو الذي يخبر عن الاسم اللي أنت قلته الأول. أما تقول مثلا الشيخ، تقوم أنت تقول لي الشيخ خبره إيه؟ أقول لك في المسجد، يبقى في المسجد ده الخبر. الشيخ بيصلي، يبقى بيصلي ده الخبر. فهمت إزاي؟ أحق ما قال، ما قال إيه؟ العبد، العبد قال إيه؟ يبقى العبد ما تنفعش تبقى خبر. أما أقول لك أحق ما قال، تقول له قال لي إيه؟ أقول لك قال العبد، العبد قال إيه؟ شوف لسه الجملة ما كملتش. لا مانع لما أعطيت، تقول له شكر، يبقى عرفت الخبر، إنه قال لا مانع لما أعطيت، أدي معنى الخبر. يبقى ما تيجي تعرب، ما تعربش خبر إلا لما يكون أتم الجملة، إدالك خبر الجملة. فهمت إزاي؟ علشان الإعراب ده أصله فرع المعنى، فما تعرفش تعرب الجملة إلا لما تبقى فاهم معناها، مش فاهم معناها ما تعرفش تعربها. فهمت بقى المسألة؟ يجي يقول لك مثلا التلميذ في المدرسة، تبقى جملة كاملة، صح، التلميذ في المدرسة، ماشي حلو، التلميذ في المدرسة تكتفي. لكن لما أقول لك التلميذ الأبيض، تقول له ماله، فهمت إزاي؟ ماله. أقول لك جاء متأخرا، تبقى عرفت جملة تستريح، أو جاء مبكرا، أو لم يحضر اليوم، تبقى جملة، لأن الأبيض دي جاية صفة، صفة للتلميذ، غير أما يقول لك التلميذ في المدرسة. يبقى لغة العرب مبناها فهم المعاني، من إنما للأسف ناس بتدرس الإعراب على إنه مسألة فزورة، تيجي تقول لي اعرب ما تحته خط، يقول لك فاعل، تقول له لا، طب مفعول، لا، طيب مضاف إليه، لا، لحد ما تيجي صح. نظام فوازير ما ينفعش، ده نظام الفوازير ده ما ينفعش، لازم تقرأ الجملة وتقعد تفكر وتشوف. ابتدت بفعل، أشوف الفعل ده، تبقى جملة فعلية، أشوف الفعل ده سبقه ناصب ولا جازم ولا منهي ولا مثبت، وبعدين أشوف زمن الفعل ده مضارع ولا أمر ولا ماضي، وابتدي أعرف. والفعل ده بيتطلب فاعل، لأن كل فعل له فاعل، مش كده برضو؟ وكل فاعل وقع فعله على مفعول، يبقى لازم أدور على المفعول به، وأحيانا يبقى مفعول معه، وأحيانا يبقى مفعول لأجله، يبقى أقعد أشوف. وهل الفاعل ده موصوف له صفة معينة في المسألة في الحكاية ولا لأ؟ يبقى كل الجمل مبناها كده، دي الجملة الفعلية. أو ألاقيه مبتدي باسم، أشوف الاسم ده نكرة فلا يصح الابتداء بالنكرة، يبقى خبر. طب الاسم ده معرف، يبقى ده مبتدأ. طب مسبوق بأدوات النسخ زي كان أو إن، يبقى اسمها، أو يبقى خبرها إن كان نكرة، وأشوف أبقى عارف إن اسم كان ماله، وهكذا. أدي الطريقة السهلة في الإعراب، الطريقة السهلة في الإعراب هي فهم المعنى. علشان كده هنا بيقول لك إيه؟ أحق مبتدأ خبره لا مانع، لأن ما ينفعش تقول أحق مبتدأ ما قال العبد خبره، لأن أنت لو قلت أحق ما قال العبد هتقول لي قال إيه، يبقى لسه ما جاش الخبر. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ما قال دي مضاف إليه، دي الجملة الموصولة، دي جملة موصولة مضافة لأحق عرفتها بس، لكن ما أدتنيش خبرها، خبرها لسه.
وما بينهما اعتراض، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. الواو دي، الواو دي واو لجملة اعتراضية، جملة اعتراضية. الواو يسموها واو الحال مش واو العطف. بعطف على ايه؟ انا ما عطفتش لسه، ما فيش جمل، ده لسه ما كملتش جملة عشان اقول الواو دي واو عطف. واو العطف دي بتعطف جمل او تعطف اسماء. طب كده الجملة ما كملتش لانها جاية مبتدأ وما جاش خبرها، فما ينفعش اقول ان الواو دي واو عطف. فهمت بقى ازاي؟ اشوف بقى الواو دي تبقى حكايتها ايه. هل واو استئناف؟ يعني بستأنف جملة جديدة؟ لا يجوز استئناف جملة جديدة الا باكتمال الجملة السابقة، فما ينفعش تبقى واو استئنافية. يبقى يعني الواو دي تحتمل ان واو العطف اي وحال كوننا كلنا لك عبد، تبقى الواو اسمها واو الحال مش واو العطف. وكلنا لك عبد دي جملة تانية جديدة تانية خالص. كلنا لك عبد، كلنا مبتدأ وعبد خبرها ولك جر ومجرور، مش كده برضه؟ يعني كلنا عبد لك. سهلة. طب الجملة دي ايه محلها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، دي اعتراضية بس. يبقى جملة لا محل لها من الإعراب لأنها اعتراضية، يعني ممكن لو حذفتها خالص يستقر المعنى وتمشي الجملة زي ما هي. أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت، شلناه اهو ماشية الجملة مستقر، يبقى اسمها جملة اعتراضية. فهمت بقى لغة العرب حلوة ازاي؟ يا رب تحبوا العربي. لغة القرآن، لغة نبينا، لغة أهل الجنة. لحسن تخش الجنة تبقى مش عارف أهل الجنة بيتكلموا بيقولوا إيه، لكن إن شاء الله هتفهمها لوحدك، لأن لما هتدخل الجنة ربنا هيعلمك، هتبقى لبلب. وكلنا لك عبد، ولم يقل وكلنا لك عبيد، لأن القصد أن يكون الخلق على قلب رجل واحد من حيث الإيمان، فكان الكل عبد واحد. أو لأن معنى قوله وكلنا وكل واحد منا، فعبر بالإفراد مراعاة لذلك. وفي تأويل تاني ممكن أقوله لك أنا برضه، أن وكلهم أتيه يوم القيامة فرد، كل واحد ربنا هيحاسبه منفردا، فهي تناسب وكلنا لك عبد من باب مناسبة القرآن وكل أتيه يوم القيامة فرد، كأن النبي بيفسر القرآن في وسط دعائه. فهمت ازاي؟ تليق بالمعنى ده برضه، مش كده برضه؟ قوله إذا انتصب قائما أو اعتدل قاعدا فيما إذا صلى من قعود، يبقى في ذكر القيام الرفع من الركوع اللي هو سمع الله لمن حمده. أول ما تقف تقول ربنا ولك الحمد، واخد بالك؟ ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وكل ده ذكر إيه؟ الاعتدال من الركوع اللي هو إيه؟ الانتصاب قائما. طب افرض بتصلي وأنت قاعد، يبقى برضو ايه؟ عندما تنتصب قاعدة لو بتصلي وانت قاعد، يبقى ده ذكر الانتصاب من قعود لو كنت بتصلي وانت قاعد، يسموه اعتدل قاعدا وانتصب قائما. شفت كلام العربي حلو ازاي؟ ما يقولكش انتصب قاعدة، ما يقولهاش دي الا اذا كان بقى ايه كلام الحلمنتيشي بتاع اليومين دول، انما الكلام المعتدل يقولك انتصب قائما واعتدل قاعدة، انتصب قائما واعتدل قاعدة. فهمت بقى المسألة تمشي ازاي؟ والتسبيح في الركوع، يبقى من بعد الهيئة اللي قالها لنا اللي سمع الله لمن حمده، دي من هيئات الصلاة اللي هي سنن الصلاة يعني، وقولك ربنا ولك الحمد. نيجي بعد كده هتقول ايه في الركوع؟ الركوع تسبح في الركوع، يبقى التسبيح في الركوع ده برضو من هيئات الصلاة. يعني لو ركعت وما سبحتش يفوتك الثواب والصلاة صحيحة ولا تسجد للسهو. فهمت ازاي؟ لكن قالوا تسقط شهادته لو اعتاد ان يصلي بلا تسبيح، تسقط شهادته، تختل عدالته، تختل عدالته، لان اللي هو حريص على ترك السنة ده بيعتبروه مختل العدالة. يقول لك انا عايز اعرف الفرائض بس، هو انا يعني ملاحق؟ هو انا فاضي تقول لي سنن كمان؟ قول لي الفرائض بس. فهمت ازاي؟ في ناس نوعية كده، هذه النوعية مختلة العدالة. ليه؟ لأن حتى لو فعلت الفرائض بس دون سنن، أنت فعلك للفرائض تفعلها بدون كمال، مليانة نقص، وربك سبحانه وتعالى بيجبر نقصك بإيه؟ نقصك في الفريضة بإيه؟ بالسنن. يبقى النبي لما سن السنن علشان يجبر نقصك الفطري اللي فيك، بتصلي وانت سرحان، بتصلي وانت غافل، بتصلي وانت عايز تخلص،
يعني تبقى كده متوجه الى الله وكاره عايز تخلص، وربك سبحانه وتعالى رحمة بيك بيقبلها منك وعارف انك انت عايز تخلص، كأنك يعني بترمي الصلاة كده تقول خلصونا بقى، مش ده اللي بيحصل؟ يقوم ربك سبحانه وتعالى يجبر لك الحاجات دي كلها والبلاوي بتاعتك دي كلها جوه عبادتك. شوف جوه عبادتك بتعمل بلاوي، فما بالك بره العبادة أشد بلاء. فيبقى ربك يجيب لك السنن دي يروح ايه ملزق لك بيها الفرائض بتاعتك المكسرة والمقطعة والمشرمطة، وده كله يروح جايب لك بقى السنن عن نبيك الرحمة للعالمين، عمل لك سنن يروح ايه موضبها لك يأيفها لك ويجملها لك ويقابلها وياخدها. فهمت بقى ازاي؟ فكل الحاجات دي السنن اللي بتعمل تحرص عليها، لان انت عبادتك بتبقى ناقصه طبيعتها كده. اذا كان نبينا اللي هو افضل من عبد الله كان يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، النبي كان يقول كده سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وانت بقى هتقول ايه؟ هتقول تستغفر ربك من عبادتك، يعني تستغفر ربك من عبادتك، لان انت يعني ما بتعملهاش حتى على مستوى فعل الصحابة فضلا عن تفعلها على مستوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والتسبيح ويكره تركه، حتى قالوا من داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادته، كما ذكره ابن قاسم في باب الشهادات. ويسن للمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل زيادة اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك على التسبيح، يعني يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. والنكتة في تقديم الجر والمجرور في قولك لك ركعت دون خشع لك سمعي، هو قال لك ركعت وبعدين في خشع لك سمع، قالش لك خشع سمعي، ليه قدم لك في الأول وأخرها في الآخر؟ فهمت ازاي؟ خد بالك من النكات دي مهمة. أنه لما كانت العبادة من المشركين لغير الله بجميع ذواتهم قدر الجر والمجرور، اللهم لك، فهمت ازاي؟ فقدم الجر والمجرور لبيان التخصيص. ليه؟ لأن في ناس بتعبد غير ربنا، فقدمت أنت أنك تعبده خاص لله عز وجل، زي إياك نعبده، ما بتقولش نعبد إياك، تقول إياك نعبده وتقول إياك نستعين، نفس الإيه العلة. في الأول للرد عليهم، ولما لم تحصل العبادة منهم بالخشوع بالسمع ونحوي لم يحتاج لتقديم، بل بقي على أصل تأخير المعمول. لما قدم إن العبادة خاصة لله اللهم لك ركعت، يبقى مش محتاج بقى إيه يخص إن السمع مقدم، فرجع للجملة معتدلة تاني خشع لك سمعي، لأن الاعتدال الجملة إن تجيب الأول الفعل وبعدين تأتي بالمعمول بعده. والخشوع حضور القلب، المعمول اللي هو المفعول، ها اللي وقع للفعل يعني. في معمول بياكلوه دلوقتي مش كده، انا بشوفه في السوبر ماركت يكتبوا عليه المعمول، ده المعمول برضو علشان هتاكله هيقع عليه الاكل ويقع عليه المضغ، فيبقى برضو معمول، اي معمول ليصير ماكولا حتى يصير مفعول. والخشوع حضور القلب وسكون الجوارح، الخشوع اصلا محله القلب، لكن علامته في الظاهر قله حركه الجوارح، فهمت ازاي؟ لكن هو محله القلب اصلا، فلما تلاقي واحد بيتحرك كتير في الصلاه دليل ان خشوعه في قلبه ضعيف، الخشوع في القلب ضعيف. فهمت بقى المساله؟ انت عايز تمشي دكتوره؟ اطلعي حاسبي روح مع الدكتور. يبقى الخشوع محله القلب وعلامته في الظاهر ايه؟ سكون الجوارح. فهمت ازاي؟ ان الواحد يبقى واقف كده ساكن، مش بيظبط الساعه وبيعد فلوسه ويهرش في شنبه ومش عارف يعمل ايه، حركات ملهاش لازمه. لكن لو دبانه وقفت عليك ونشتها مش ضد الخشوع، لان بل بالعكس ده هي هتغيظك تقوم تضيع الخشوع، يبقى ساعتها نشها. لو برغوت قرصك اهرش، لان هيبقى مخك في مكان القرص
مش كده برضو؟ يبقى لما تزيل شيء يزيل الخشوع، يبقى دي علامة الخشوع برضو. واحد عنده زكام ونازل منه أنفه وينف، دي برضو خشوع، لأنه الحاجات دي هتمنع خشوعه. فهمت؟ إنما لما يعمل الحاجات دي بلا ضرورة يبقى دي علامة عدم الخشوع. فهمت؟ وإسناده لهذه الحواس لكونها تابعة للقلب، وإنما قدم السمع لأنه أفضل من البصر على الراجح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهمت إزاي؟ يعني أنت ما لقيتش واحد أطرش وبقى عالم دين، لكن لقيت عميان كتير علماء دين كبار حافظين القرآن وناس منورين، يبقى السمع أفضل، لأنه بها وسيلة سماع كلام الله عز وجل وسماع الموعظة وسماع حديث النبي، يبقى وسيلة للوصول معه إلى التكليف. يبقى إذا خير بين السمع والبصر فالسمع أفضل، وقدمه الله في الآيات كلها، تلاقي قدم السمع الأول. فهمت إزاي؟ لأنه هي الوسيلة التي بها تسمع رسالة الرسل وتسمع كلام ربك وتسمع أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم. ويقول ذلك وإن لم يكن متصفا بالخشوع، ممكن يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، هو أصلا ولا خشع ولا حاجة، بيقولها تعبدا. يعني إن لم يكن متحصلا بها متحققا بها، كأنك بتقول يا رب اجعلني متحقق به، أعني أن أنا أكون متحقق به، لأنه متعبد به أو لأنه خبر لفظا إنشاء معنى، كما قاله الرملي وقال ابن حجر ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك لئلا يكون كاذبا، ما لم يرد أنه ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك. وقوله وما استقلت به قدمي مبتدأ، وهو عبارة عن ذاته خبره لله رب العالمين. وما استقلت به قدمي، واخد بالك، يقصد بها ذاته يعني نفسه لله رب العالمين. وقدمي بالإفراد مش قدمي، تقول قدمي، لأن لو كانت بالمثنى تقول قدماي، فهي قدمي ما تشددش الياء، ولو كان مثنى لقال قدماي، والقدم مؤنثة، تقول هذا قدم ولا هذه قدم، تقول هذه قدم مؤنثة. قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل يبتاء التأنيث، يبقى هي مؤنثة. ولذلك قال استقلت بتاء التأنيث، وتكره القراءة في الركوع وغيره، يبقى يكره ترك التسبيح في الركوع ويكره قراءة القرآن في الركوع وغيره. خدت بالك؟ يبقى الركوع للتسبيح والتمجيد والتعظيم من وغيره من بقية الأركان غير القيام. وكذا قراءة القرآن تكره في كل الأركان الصلاة إلا القيام بس، يعني الجلوس بين السجدتين يكره قراءة القرآن فيه، السجود يكره قراءة القرآن فيه، الركوع يكره قراءة القرآن فيه، لكن القيام مع الفاتحة يستحب إطالة قراءة القرآن فيه. خدت بالك؟ فإن أراد الاقتصار على التسبيح أو الدعاء، طب افرض واحد عايز يدعي في الركوع أو يسبح، نختار له إيه؟ نقول لك سبح، سبح أحسن. طب وفي السجود نقول له ادعي أحسن، لو عايز يقتصر على أحدهم، والأولى الجمع بينهم. فإن أراد الاقتصار على التسبيح والدعاء فالتسبيح أفضل. قول وأدنى الكمال في التسبيح، يعني أدنى الكمال، أقل الكمال في التسبيح، يعني ولا ثلاث مرات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ما تنفعش. في ناس كده تلاقي بتصلي لو جنبيه قطة تقعد بصاله فاكره بينادلها، كأنه بينادي القطة مش بيسبح ربه، فده ما ينفعش. يبقى أقل الكمال تقول سبحان ربي العظيم بطريقة واضحة، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وبعدين ترفع، ده أقل الكمال. وأقل الركن يتأتى بمرة مع الاطمئنان، سبحان ربي العظيم مع اطمئنان الأركان كده والأعضاء، وسمع الله لمن حمده، تبقى ده أقل الركن، أقل الركن. وأقل الكمال ثلاث مرات، وأقصى الكمال 11 مرة، والتوسط 7 و5،
واضح؟ سهل. وأما أصل السنة فيحصل بمرة، ولذلك قال في الروضة: أقل ما يحصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة، قول سبحان ربي العظيم أي أسبح سبحان، كأن سبحان دي مفعول لفعل تقديره أسبح أنا سبحان، فهمت إزاي؟ وهي اسم مصدر، اسم مصدر يسموه، فهو مفعول لفعل محذوف وجوبا، وهو اسم مصدر لسبح بالتشديد ومصدر لسبح بالتخفيف، وهو علم على التنزيه، والعظيم صفة للرب ومعناه الكامل ذاتا وصفة، قول ثلاثا أي حال كون ذلك ثلاثا، والثلاث سنة للإمام والمأموم والمنفرد، وتسن الزيادة على الثلاث للمنفرد وإمام قوم محصورين، برضو مش خايف عليهم التطويل، راضين بالتطويل إلى 11 ولا يزيد، ولا يزيد أحد على ذلك، ما تزودش عن 11 مرة. قوله: والتسبيح في السجود، برضو نفس الحكاية، التسبيح في السجود برضو من الهيئات زي التسبيح في الركوع، ويسن أن يزيد من مر اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. في السجود تقول اللهم لك سجدت، شوف لك الأول برضه، سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، شايف السمع برضو الأول، وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين أي المصورين، وإلا فلا خالق غيره. ويتأكد طلب الدعاء في السجود لخبر مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء أي في سجودكم، فقمن أي حقيق أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم، الرسول بيقول فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق أن يستجاب لكم. وأدنى الكمال إلى آخره. وأما أصل السنة برضو نفس الحكاية، أدنى الكمال ثلاث، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، أدنى الكمال، وأصل السنة يحصل بمر، الأعلى علو مكانة ورفعة لا علو مكان لاستحالته عليه سبحانه وتعالى. والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود، ليه في الركوع تقول سبحان ربي العظيم وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى؟ ليه خلينا العظيم في الركوع وخلينا الأعلى في السجود؟ أن السجود أفضل من الركوع، والأعلى أبلغ من العظيم في الثناء، فخلينا الأبلغ في الثناء في الأبلغ إيه؟ في التواضع والخشوع وهو السجود، وخلينا الأدنى في الثناء في حال الركوع لأنه أدنى درجة من السجود، فهمت بقى المسألة؟ فهي ماشية بهذا الترتيب. ولو قال في الركوع سبحان ربي الأعلى صلاته صحيح، ولو قال في السجود سبحان ربي العظيم أدى برضه التسبيح ما يضرش، لأن لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم صلى الله عليه وسلم، فجعل الأعلى للأعلى وغير الأعلى لغير الأعلى. قول ثلاثا أي حال كونه ثلاثا، والثلاث سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وتسن الزيادة عليها لمن مر إلى 11 كما مر في تسبيح الركوع. والأكمل في تسبيح الركوع والسجود مشهور، أي وهو 11، لكن الزيادة على الثلاث إنما تسن للمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل كما مر. ووضع اليدين، دم الهيئات برضو، أي الكفين على الفخذين أي طرفيهما، وقول في الجلوس لما تيجي تجلس علشان إيه؟ تقرأ التشهد، أو تجلس بين السجدتين بتحط إيديك فين؟ أدي معناه بتحط إيديك على الفخذين. ووضع اليدين أي الكفين، أصل اليد في لغة العرب تشمل من أول أطراف الأصابع لحد كتفك، تقول لي دي اسمها الإيد، حتى ساعات العيان يجي يقول إيه
ايدي بتوجعني يا دكتور، تقول له اني حته في ايدك؟ يقول لك كتفي. مش ده بتحصل؟ بتحصل، لان العرب عندهم الايد تشمل كل ده. فهمت بقى؟ لما قال برضه واقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا، تحتمل قطع الايد، يبقى من عند الكوع ومن عند المرفق ومن عند الكتف، كل ده يحتمل. جاءت السنه بينت ان هو من عند الكوع. فهمت؟ يبقى اليد عند ايه؟ وربك لما قال ايديكم الى المرافق، يبقى اسمها يد برضه، لحد المرفق اسمها يد. ولو قال لي الكتفين تفضل يد برضه، خدت بالك؟ وعلشان كده قال ايه؟ اليد هنا اي الكفين، يعني عايز يحدد. لازم تفتكر انك انت هتحط ايدك كلها كده تنيمها كده على يعني كفيك بس. ها؟ ما هو اليد مكونه من اجزاء بقى، تقول كف وتقول ذراع وتقول عضد، وده اسمه ساعد. العضد والساعد الاثنين اسمهم ذراع، باليد برضه سهل، خدت بالك؟ كل ده في لغه العرب على التوسع. وقوله على الفخذين اي طرفيهما، وقوله في الجلوس اي وان لم يحسن التشهد. يعني حتى لو مش هيحسن التشهد برضه يقعد قدر التشهد وحاطط ايده على فخذيه برضه. بل ان امكن ذلك للمصلي مضطجعا او مستلقيا سن له، لان الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعده الشافعيه، الميسور لا يسقط بالمعسور. ما احنا قلنا قواعد مذهب الشافعي قايمه على 5 قواعد، من ضمنهم الميسور لا يسقط بالمعسور، والأولانية الأمور بمقاصده، والتانية الضرر يزال، والتالتة اليقين لا يزول بالشك، والخمسة العدم محكمة. دي 5 قواعد قام عليها مذهب الإمام الشافعي كله. يبقى قام على 5 قواعد، الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، الميسور لا يسقط بالمعسور، وبعدين العدم محكمة. وللتشبيه بالقادر فتقيره بالجلوس للغالب. قوله للتشهد الأول والأخير، يعني بيقعد للتشهد الأول اللي هو الأوسط والتشهد الأخير، أي وللاستراحة. ما هو في جلسات برضو اسمها استراحة، اللي هي اللي بيقعدها إيه بعد الركعات الوتر، يعني بعد الركعة الأولى دي اسمها ركعة وتر، ما بيقراش فيها تشهد، فدي اسمها إيه الجلسة اللي بيقعدها قبل ما يقف، دي اسمها جلسة استراحة، سنة عند الشافعية برضه يحط ايده على فخذيه في جلسه الاستراحه. فهمت ازاي؟ وكذا الجلوس بين السجدتين برضه يحط ايديه على فخذيه. وانما اقتصر الشارح على التشهدين لاجل قوله يبسط اليد اليسرى بحيث تسامت رؤوسها الركبه، يبقى يبسط اليد اليسرى كده بحيث تبقى اطرافها اطراف الاصابع عند ركبته، وبقيه الكف على بقيه فخذه، كويس؟ مضمومه في اتجاه القبله. مضمومة في اتجاه القبلة، أي مع ضم أصابعها إلى جهة القبلة على الأصح، فلا يفرق بينها لتتوجه كلها إليها. وقيل يفرق بينها تفريجا وسطا، ده إيه؟ قيل صيغة تمريض، كأن ده الوجه الضعيف، يعني يسيبها مفتوحة شوية كده براحتها، لكن الأولى أنه يضمها كده. قوله يبسط اليد اليسرى أي مع ضم أصابعها إلى جهة القبلة على الأصح، فلا يفرق بينها لتتوجه كلها إليها. وقيل يفرق بينها تفريجا وسطا، قوله بحيث تسامت رؤوسها الركبة، أي حال كونها متلبسة بحالة، وتلك الحالة هي مسامتة رؤوس أصابعها للركبة. كل ده الكلام على الإيد إيه؟ الشمال. كلمنا على اليمين لسه، يبقى كلامنا كل ده على الشمال. طب والايد اليمين هنعمل فيها ايه؟ هيقول لك على طول. ويقبض اليد اليمنى اي بعد وضعها اولا منشوره، فيضعها اولا منشوره ثم يقبضها، كما في شرح الرمل وابن حجر، اي اصابعها. يبقى ايه؟ اول ما يجلس لقراءه التشهد يحط ايديه الاثنين مفرودين كده زي بعض، ويروح ايه قابض اليد اليمنى مشيرا بالمسبحه، بعد ما يضعها منشورة لحظة يروح قابل. فهمت ازاي؟ ده للجلوس بين قراءة التشهد الأوسط والتشهد الأخير. طيب والجلوس بين السجدتين يفردهم الاثنين زي بعض، يبقى وصف اليمنى كاليسر للجلوس بين بين السجدتين. لكن أول ما يجي جالس عشان يقرأ التشهد اليمنى مقبوضة بعد نشرها في أول رفعه أول جلوسه، وبعدين يقبضها هكذا مشيرا إلى
إبل مسبحة، أي بعد وضعها أولا منشورة فيضعوها أولا منشورة ثم يقبضها كما في شرح الرمل وابن حجر، أي أصابعها، أشار إلى تقدير مضاف في كلام المصنف ويدل عليه الاستثناء الذي بعده، إلا المسبحة اللي هو السباب بكسر الباء، وهي التي بين الإبهام والوسطى، اللي بين الإبهام، أدي الإبهام أهو، والوسطى اللي هي دي، يبقى اللي بينهم اسمها المسبحة. سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح، سموها المسبحة عشان بيشار بها عند التسبيح اللي هي إشارة التوحيد. وتسمى السبابة أيضا لأنها يشار بها عند السب، عند السب أو السبب، لما تيجي تسب إنسان تلاقيه بتشاور بده، أنت ابن مش عارف إيه، شي كده برضه يشاور بيها عند السب، سميت سبابة، سبابة أو تدل على السبب، يقول تقول له أنت السبب، تشاور بيها برضه، مش كده برضه، فسميت سبابة لهذا. والشاهد، وسميت الشاهد لأنها يشار بها عند الشهادة، يبقى ليها 3 أسماء، المسبحة والسبابة والشاهد، كلها واحدة. كل ده في إيه؟ في بتاعة الإيد اليمين، بتاع الإيد اليمين، لكن الإيد اليسرى اسمها السبابة بس، ما اسمهاش المسبحة ولا الشاهد، لأن أنت ما تشاورش باليسرى. يبقى بتاعة الإيد الشمال اسمها السبابة بس، لكن اليمين ليها 3 أسماء، فهمت؟ وقول من اليمنى بخلاف المسبحة من اليسرى فإنه لا يشير بها ولا عند فقد يمناه، يبقى المسبحة سماها من اليسرى تجاوزا بس، تجاوزا، لكن هي اسمها السباب ما اسمهاش المسبحة لأنك لا تشير بها ولو عند فقد يمناه. طب افرض ايده اليمين مقطوعة، ما تقولوش بقى شاور بالايه؟ باليسرى. ليه؟ لأن سنة اليسرى انها تبقى مضمومة، فأنت كده فقدت سنة اليسرى، فهمت ازاي؟ يبقى خلاص لا يشير باليمنى لأن اليمنى مقطوعة، واليسرى تفضل على ما هي عليه، لأن السنة بتاعتها إنها تفضل على ما هي عليه، فهمت بقى؟ في ناس تشاور بإيديهم الاتنين كده، تشوفهم؟ غلط، جهل، كده كأن هو ربنا اتنين، هو واحد، ليه تعمل بإيديك الاتنين؟ فإنه لا يشير بها ولا عند فقد يمناه، لأنه يفوت السنة المطلوبة فيها من البسط. اليمنى بقى فلا يقبضها، المسبحه لا يقبضها، يقبض ايده كلها الا ايه؟ المسبحه يسيبها مفروده كده. هذا هو مفاد الاستثناء، والافضل قبض الابهام بجنبها. شوف ليها 3 كيفيات، ان انا اخلي الابهام جنبها كده واقبض ايه؟ ايديا كده، واخلي المسبحه نايمه كده لحد ما اوصل اشهد ان لا اله الا، وانا بقول الله اروح فرافح عند قولي الله، وتفضل مرفوعه بلا حركه لحد ما ايه؟ ارفع للثالثه او اسلم لو كنت في التشهد الاخير، وما حركهاش بقى، واضح؟ واخلي ايدي في طريقه تانية، انك انت تضم طرف الوسطى على طرف الابهام كده وتعملها، دي طريقه تانية صح برضه. وفي طريقه تانية تخلي طرف الابهام بين عقلة الإبهام، الطرف الوسطى بين عقلتين الإبهام، أدي طريقة برضه، كل ده جائز، كل ده وارد في السنة، والأفضل الطريقة الأولى، الأفضل الطريقة الأولى، والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع في ذلك، فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما، وفي التحليق وجهان أصحهما أن يحلق بينهما بوضع رأس إحداهما في رأس الأخرى، وثانيهما أن يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام، أتى بالسنة لكنه خلاف الأفضل. قوله فإنه يشير بها، وخصت المسبحة بذلك لأن فيها عرقا متصلا بالقلب، يبقى اختارنا الوسطى دي، السبابة دي بالذات نشير بيها، ليه؟ لأن في عرق متصل بالقلب، لاحظوها كده ليها علاقة، بخلاف الوسطى فإن لها عرقا متصلا بالذكر، وعشان كده ما تشتم واحد تشاور له بالوسطى لأنها أبيح، حتى الناس يقول لك دي حركة أبيحة، مش كده برضو؟ لكن السبابة حركتها مش أبيحة،
وبهذا يحصل الغيظ عند الإشارة بها، يعني لما تتخانق مع واحد وينوي بالإشارة بالمسبحة التوحيد، ينوي بالإشارة ليه بقى؟ يبقى ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى وحد بلسانه ووحد بقلبه بالنية وحرك إبهامه، يبقى بجوارحه، يبقى وحد بكله بجوارحه وبلسانه وبإبهامه، يعني بفعله ومقاله وقلبه، واضح؟ عشان يجمع كله ويبقى عينه على إيده المسبحة لحد ما يسلم على الإشارة بتاعته. يبقى طول ما أنت بتقرأ عينك في موضع سجودك، وانت راكع عينك على قدميك، وانت ساجد عينك في موضع سجودك، كويس، وانت جالس عينك على المسبحة اللي هي إشارة التوحيد. واضح الكلام؟ سهلة جدا. فيجمع فيه بين قلبه ولسانه وجوارحه وأفعالها رافعا لها، رافعا لها، رافعا للمسبحة، يعني أي حال كونه رافعا لها رفعا مقتصدا مع ميل رأسها قليلا إلى القبلة، ويديم رفعها إلى القيام في التشهد الأول وإلى السلام في التشهد الأخير، ولو كان له سببتان أصليتان كفى رفع إحداهما. في ناس تتولد يبقى ليهم صابع زيادة، لو كان ليه صبعين زيادة ناحية السبابة يكفي رفع واحد فيهم. حال كونه متشهدا، يبقى بيرفعها حال كونه متشهدا، فهو حال من فاعل يشير، ولو عجز عن التشهد وقعد بقدره سن له الرفع أيضا. افرض مش حيرى التشهد لعجزه عن النطق مثلا أو عن الحفظ، يبقى يقعد رافعا، كما لو عجز عن القنوط وقام بقدره، وكذلك لو عجز عن الدعاء في الفجر بسبب ضعف في لسانه أو عدم حفظ يقوم يرفع ويرفع ايده كده فترة وينزلها ويسجد. ليه؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، صح؟ إذا تعثر التشهد ولم يتعثر الإشارة فيشير، مش كده برضو؟ لأن القاعدة ماشية مع القاعدة يعني. في ايه؟ لا، احنا عندنا القنوط في الشافعية جهرا، فلو دعا سرا كأنه ما عملش القنوط عند الشافعية، القنوط عند الشافعية جهرا بعد الرفع من الركعة، من الركعة الثانية، في الركعة الثانية. وذلك أي المذكور من الإشارة بها من مع الرفع وقول عند قوله إلا الله، يبقى هتبتدي الأول نايمة كده، وأول ما يقول إيه أشهد أن لا إله إلا، أول ما يبتدي يقول إلا يبتدي يرفع فيها، أول ما يوصل لله تكون وصلت لكمال رفعه، كويس، وبعدين يثبتها على كده لحد ما يرفع، إذا كان التشهد الأوسط يقوم للتالتة أو لحد ما يسلم. فيبتدئ الرفع عند نطقه بالهمزة ولا يرفعها قبله على الأصح، وقيل يرفعها من أول التشهد كما حكاه ابن النقيب، ولا يحركها أي لا يسن تحريكها، ده اختيار الشافعية، الشافعية اليوم ما يحركوهاش خالص، ثابت كده. في ناس بقى تفضل تعملها كده، عندنا ده خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأنه حركة بلا ضرورة، فهمت إزاي؟ أي لا يسن تحريكها، وقيل يسن، وقد ورد كل منهما في خبر، قال البيهقي والخبران صحيحان. الإمام الشافعي ما ورد عنده الخبرين، قال لك ده الخبر اللي بيقول يحركها ده بيوصف حال رفعه لها حين قوله إلا الله، لا قوله يحركها باستمرار. انتوا فهمتوا الصحابي غلط، ده كلام الإمام الشافعي، لأن التحريك بلا ضرورة غير لا، ده يحركها، ده الصحابي بيوصف ان النبي بيرفعها ساعة ما بيقول إلا الله، وبعد كده خلاص نرجع لقواعد الصلاة ان الحركة بغير ضرورة مكروه، يبقى ثبتها، فهمت؟ ده كلام الإمام الشافعي، وبالتالي يبقى يحركها بتبين حالة رفعها، والتانية لا يحركها بتبين بعد رفعها، يبقى الروايتين بيعينوا بعض، ده فهم الإمام الشافعي، فهم عالي، فهم عالي الإمام الشافعي رضي الله عنه، جزاه الله عنا خير، يجيب لك الحاجات اللي فيها تناقض يحل لك إشكالها.
ولا يحركها، اي لا يسن تحركها. وقيل يسن، قيل شوف كلمه تضعيفه، قيل يبقى ده ضعيف. وقد ورد كل منهما في خبر، قال البياكي والخبران صحيحان، وانما قدموا الاول على الثاني اللي هو لا يحركها، لان عدم التحريك انسب بالصلاه المطلوب فيها الخشوع الذي قد يذهب التحريك، مع احتمال ان يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها مرة واحدة، على أنه يمكن أنه لبيان الجواز جمعا بين الخبرين. قوله فإن حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح. طب افرض بيحركها كده، نقول له كره ولا تبطل صلاته في الأصح إلا لو حرك إيده كلها بقى وثلاث مرات بلا ضرورة، نقول له بطلت صلاتك، لأن ثلاث حركات بلا ضرورة لعضو أساسي في الصلاة يبطل عندنا. فهمت إزاي؟ لكن الصباع مش عضو أساسي لأنه جزء من اليد، فحركته ما تضرش. فإن حركها كره ولا تبطل صلاته في الأصح، هو المعتمد، لأن حركتها خفيفة. وقيل تبطل صلاته إن حركها ثلاثا متوالية، وظاهر أن محل الخلاف ما لم تتحرك الكف، وإلا بطلت الصلاة جزما. ونقف على الافتراش، نكمله إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كما ذكرك الذاكرون، وفعل به الله.